دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله للجزائريين إلى الاهتمام بالغطاء الغبي، موضحا خلال مشاركته في حملة تشجير فلنغرسها أن حملة تشجير الوطنية ستساهم في تعويض ما خسرته بعض ولايات الوطن جراء الحرائق التي سجلتها بعض ولايات مطلع الشهر الحالي. نتابع تصريحات الرئيس. حفرنا ايوه لا ينبغي احنا الجزائريين يجب علينا ان نهتم بكل ما تنبته ارضنا وما يخرج منها، لان كل هذا فيه حياتنا وفيه رزقنا وفيه كذلك مستقبل اولادنا. نتمنى إن شاء الله أن هذه الحملة تعطينا نتيجة قالوا باش نغرسوا 2 ملايين أو 2 ملايين أكثر من 2 ملايين شجرة في هذه الحملة، إن شاء الله نخلفوا بها هذه الأشجار التي احترقت، ونتمنى ألا تحترق غابتنا في المستقبل. وفي سياق آخر، انتقد أبو عبد الله غلام الله سلوكيات بعض الأشخاص الذين رغم إصابتهم بالفيروس إلا أنهم يرفضون حجر أنفسهم ويحتكون بالمجتمع في حياتهم اليومية. الناس أنه مصاب يبقى في بيته ينعزل أو يرتدي ملابس التي تمنع الألم تاعو باش ينتقل للآخرين. إذا كان واحد مثلا عارف روحه باللي راه مريض ويجي يقعد هذا واحد بهدف انه يعني يوصل له المرض، هذا طبعا هذا تنجم تقول هذا مجرم، لكن مش هذا هو الوضع في المجتمع. الوضع في المجتمع هي قلة تربية، قلة فهامة، قلة وعي.